دار أنتون للصوتيات والمرئيات تقدم ثاني إنتاج درامي لها، قصة حياة الشهيد فيلو باتير مرقريوس أبي سيفين، عن كتاب سيرة الشهيد العظيم فيلو باتير مرقريوس أبي سيفين، وبمراجعة دير الشهيد. سيناريو وحوار سعيد يوسف، إخراج ماجد توفيق. صباح الخير يا أمي العزيزة. صباح النور يا ندي. يعني إيه اتأخرتي في النوم النهاردة؟ أما كنت بحلم حتة حلم جميل النهاردة، ولولا دوشة كاسيوس ما كنتش عايزة أصحى منه أبدا. لازم كنتي بتفكري في عريس جميل. عريس؟ عريس إيه يا أمي بس؟ يا سلام، درج عريسك لازم يكون جميل زي الآلهة. هو في كام ليديا في قيصرية؟ صدقيني يا أمي أنا عمري ما خطر على بالي اللي أنت بتفكري فيه ده. يعني عايزة تفهميني إن في بنت في سنك ده ما بتفكرش في الجواز؟ طب إيه رأيك إن شفت نفسي لابسة أبيض فأبيض وطايرة في الهواء زي الحمام؟ ما هو ده بقى يا حبيبتي طب الفرح. طولي بالك يا أمي بس أما أحكيهولك. سيدتي الفطار جاهز. أهد كده دايما يا كاسيوس، قطعت عليا الحلم الجميل وقطعت على أمي سماعه. خلاص بقى يا حبيبتي روحي افطري وبعدين اسمع منك الحلم الجميل ده. استني يا كاسيوس انا عايزاك. الورقه دي مكتوب فيها كل اسامي المزارعين اللي ما دفعوش الايجار الشهر ده. انا عايزاك تروح لهم وتقول لهم طبعا اذا ما دفعوش هم عارفين كويس هيجرالهم ايه. خد سيدتي. في ايه؟ انا مش شايفه ليديا. هي الدنيا ضربه ولا ايه؟ انا مش شايفه. كاسيوس كاسيوس اهدي يا سيدتي اهدي. سيدتي ليديا الحقينا. في ايه يا امي حصل ايه؟ انا مش شايفه مش شايفه يا ليديا. نور عينيا راح. انا تعبان. ما تقوليش كده يا امي. ليديا ليديا روحي بسرعه هاتي الالهه. انا عارفه ده اللي بسببه ده كله غضب الالهه. روحي يا ليديا هاتي البخور. هاتي البخور يا سيدي وربي يسوع المسيح. نور يا رب قلب سيدي وسيدتي فيرينيا وسيدتي ليديا بنور الايمان. ايتها الالهه العظيمه اشفيني رجعيني نور عليا وانا اقدم لك الذبايح سنه كامله. اهدي يا امي انا بعتت كاسيوس عشان ينده والدي. اظهر قوتك يا رب واشفيها بايدك انت عشان يعرف الكل انك الاله الحقيقي. السلام لك ايها الرجل الصالح. السلام والفرح يا سيدي. قم واعمل معي اليوم من واحد وساعطيك اجرك. يا سيدي انا ما اعرفكش، انت باين عليه غريب عن المدينه. ازاي اشتغل معاك وانا عبد لصاحب البيت ده؟ اسمع ايها المحب للاله، ان جسدي في هذه المدينه وسوف تبنى فيها كنيسه باسمي، فعندما يبدا النهار خذ اله حفرك وسر الى البيت المهدم هناك واحفر تحت الحائط القبلي، فستجد جسدي موضوع هناك ملفوف بثوب ابيض. انا يا سيدي؟ نعم انت. والان ساعرفك من انا. اسمي فيلو باتير مركوريوس ابي سيفين، روماني الجنس، ولدت عام 225 ميلاديا.
قامت كل الدنيا عليا، حتى انكسروا شعاع النور فعليا. نورك انت منور قلبي، ايدك انت ماسكة ايديا، حتى انقامت كل الدنيا عليا، حتى انكسروا شعاع النور فعليا. نورك انت منور قلبي، ايدك انت ماسكة ايديا، حتى انقامت كل الدنيا عليا، حتى انكسروا شعاع النور فعليا. نورك انت منور قلبي، ايدك انت ماسكة ايديا، حتى انقامت كل الدنيا عليا، حتى انكسروا شعاع النور فعليا. نورك انت منور قلبي، ايدك انت ماسكة ايديا، مهما دقت من العذاب بلقى قلبي في حبك ده، مهما دقت من العذاب بلقى قلبي في حبك ده. وان ضعفت انت تقوي وترجع هدفي لو غاب، ولا صوتك بينادي اسمعي قوي يانيني، ولا صوتك بيناديني اسمعي قوي يانيني، والاسف تاني في ايديا، والعذاب يبقى سراب، والعذاب يبقى سراب، والعذاب يبقى سراب، والعذاب يبقى سراب. مش كده؟ الله، ده شبه الآلهة بالظبط. شكرا شكرا. ونويتوا بقى تسموه ايه؟ الحقيقة مش انا اللي هسميه، اللي هيسميه جده. هو جده زمانه جاي اهو، جه هناك هو اللي هيسميه. فين حفيدي؟ حفيدي اهو. ودي هديتك، هديتك يا حبيبي. حبيبي حبيبي حبيبي. احنا نشكر الآلهة انها وهبتنا طفل، طفل حلو زي شبهي بالظبط. ويا ترى هتسميه ايه يا والدي؟ هسميه فيلوباتير. فيلوباتير؟ فيلوباتير يعني حبيب ابوه. أنا عمري عمري في حياتي من يوم ما اتولدت ما شربت زي ما شربت النهاردة. فرحان يا والدي؟ فرحان؟ إيه اللي فرحان؟ ده أنا فرحان قوي قوي عشان الآلهة وهبتنا طفل، طفل جميل
حفيدي يا حبيبي. وطلع شبهي وبيحمل اسمي قبل ما اموت. العمر الطويل ليك يا والدي، شكرا للآلهة. اسمع يا ابني، حضر نفسك عشان احنا بكرة هنطلع نصطاد، وكل اللي احنا هنصطاده هنقدمه للآلهة في المعبد الشرقي. وانا بيتهيالي ان انا هصطاد للواد حفيدي حبيبي. اتقالي ان انا هصطاد له غزلتين بسهم واحد. انت بتلعب في ودنك ليه؟ ولا حاجة يا والدي. عشان انا احسن واحد بيصطاد سهم واحد. امرك يا والدي. وما تنساش تتمم على سهامك وسيوفك ورماحك وخيولك، خيولك بالذات لازم تتمم عليها. تلاش يا والدي، كل شيء حيكون جاهز. وما تنساش كمان تماثيل الآلهة. اطمئن يا والدي. ايوه كده كويس. وما تنساش تبوس لي حفيدي حبيبي. والصبح بدري تبعت لي العبد الاسود هو اللي يصحيني، وياك تبعت لي الثاني ابو وشه احمر ده عشان انا مش بحبه بتشائم. انت سامعني؟ اطمئن يا والدي. طيب عشان بتشائم لما بشوفه. لا اطمئن. طيب ما تتأخرش علينا. هو انا اقدر اتاخر عليكي وعلى فروباتير؟ سيدي جولديانز. نعم خير. سيدي الكبير في انتظارك. حاضر. اسمع من ياس، طول فتره غيابي مش عايز عينيك تبعد عنه، مش عايز اي شكوى. انا روحي فداهم يا سيدي. انا بالطبع. تروح وترجع لنا بالسلامه. راحتك الالهه يا سيدي. انا بيتهيالي ان المكان ده ملغم بالغزلان. لا لا لا، انا يتهيالي المكان ده كان مرعى للبقر الوحشي. لا لا، ده متلغم بالغزلان لان انا وانا صغير قبل انت بتتولد انا كنت باجي اصطاد هنا. اهو ايه مالك انت بتقرش في ودنك ليه؟ كنت باجي اصطاد هنا اهو اشوف الغزاله من دول المحها. انا المح بس الغزاله وبالسهم بتاعي ده يروح طالع الغزاله تجري والسهم يجري وراها، غزاله تجري السهم يجري وراها، يطلع من دي يخش في دي، يطلع من دي يخش في دي، يطلع من دي يخش في دي، لغايه اما يخلص على القطيع كله. كل انت بتهرش في ودنك كده ليه؟ لا لا لا، السهم يخلص على القطيع ويرجع لي انا تاني. اهو هو ده السهم، هو ده اللي بيعمل كل حاجه. اه بتتكلم ازاي؟ ده انتوا جيل تعبان. انت ايه بتهرش في ودنك كده ليه؟ لا لا لا، تعباني شويه. اه سلامتك. سيدي. ها؟ ايوه نصبنا الشباك. كويس كويس ان كنتوا نصبتوا الشباك. يلا يلا بينا عشان نراقب الشباك. يلا انت بتقرش في ودنك كده ليه؟ انت يا ابني حطيتوا الاجراس؟ كل شيء تمام يا سيدي. طيب ادخل بقى هات لي السيف بتاعي عشان انا مبسوط منك. امرك يا سيدي. ادخل ادخل، اصل انا احب اصطاد بالسيف، ما احبش اصطاد بالسهم عشان السهم ده وحش مش بيعمل حاجه. انا هشتغل بالرمح. لا انا بقى هشتغل بالسيف. خلاص اشتغل بالسيف. انت بتاخدني على قد عقلي؟ يا اله الصيد العظيم، احسن صيدنا لنقدمه ضحيه لك يا اله الصيد العظيم. يلا يلا عشان اسندك. قوم قوم انت تعبان، ده انتوا جيل تعبان. يلا
لك الرب يسوع المسيح، أنا هو الرب الذي أحبك، خالق السماء والأرض والبحار وكل ما فيها. أنا عارف أعمالك واستقامة قلبك، لهذا أعلمك إني أبغض عبادة الأوثان مصنوعات الأيادي، وإني أخبرك أن نسلك ولدك يكون مثل حجر الجوهر الذي يضيء بالنهار والليل، وبسببه تتبارك أنت وزوجتك، لأني وهبته لا أن يؤمن بي فقط بل أن يتألم من أجل اسمي. سيدي سيدي أنت بخير؟ شكر للآلهة. سيدي سيدي مش عارف، مش عارف إذا كنا نعزيك ولا نهنيك يا سيدي. ما تبكيش يا ساردس، كان لازم يحصل كده. الله خالق السماء والأرض أراد عشان يفتح علي عن حاجات كتيرة كانت غايبة عني. شكرا للرب، شكرا للرب، شكرا للرب. يظهر ان الخضة اثرت عليه. فين والدي؟ وحش كبير ظهر وخطفه واختفى. اسمعوا، لموا ادواتكم، هنرجع ونرحل. امرك يا سيدي، بس يا ريت نسجد الالهه اللي انقذتك. الهه ايه يا ابني؟ دي شويه اوثان صنعناها بايدينا، لكن الاله الحقيقي ساكن في السماء، صنع الكون، خلق الناس كلها. هنرجع، يلا نرجع. ده اللي حصل من ساعة ما سيبنا البلد ودخلنا مقاطعة سكيتوس نص الغابة. في ايه مالك؟ انت كمان بتشك فيا زي ما العبيد شكوا فيا وافتكروني جننت؟ لا ابدا، اصل انا كمان سمعت الصوت اللي انت سمعته في الغابة، وكلام اللي انت قلته انه حصل انا سمعته، والشخص اللي كلمني طمني عليك، وانا دلوقتي بس امنت ان النعمة اللي احنا نلناها بسبب اله المسيحيين الاله الحقيقي. كوريانوس، قم الان وخذ امرأتك وابنك واذهب الى اسقف المدينة واعلن ايمانك ليتم عمادك لتنال أنت وعائلتك نعمة الرب. من النهاردة يا جورديانوس، بعد ما نلت نعمة المعمودية وتناولت أنت وعائلتك من الأسرار المقدسة باسمك نوح، وده الاسم اللي أنا عمدتك بيه، أما أنت فسفينة، أما فيلوباتير فأنا عمدته باسم فيلوباتير. دوموا على الاعتراف والتناول والصلاة. أنا عارف إن فيلوباتير معناه حبيب أبوه السماوي، لكن إيه معنى نوح وسفينة؟ نوح يا ابني نبي من أنبياء الله، بيه وبولاده وبزوجته تأسس العالم. بعد الله ما أعلن غضبه على شرور الإنسان ونزل الطوفان واتفتحت طاقات السماء 40 يوم و40 ليلة. أما السفينة فهي سفينة النجاة، ودي رمز للكنيسة المنتصرة. ضعوا أمامكم المحبة في كل تعاملاتكم، حتى مع عبدة الأوثان. حبوا كل الناس حسب وصية سيدنا وربنا يسوع المسيح. يعني إيه الذبايح نقصت؟ إيه؟ خلاص خلصت؟ يا مولاي الصياد المسؤول عن الذبايح اعتنق المسيحية. ها، صياد الذبائح اعتنق المسيحية، شيء جميل. انتم اكيد جننتم يا مولاي. الاشاعات ماليه المدينه كلها. يعني قصدك تقول ان الراجل ده فضل المسيحيه عن تجارته الرابحه؟ يا مولاي الجماعه دول يفضلوا يموتوا من الجوع على انهم ينكروا المصلوب. المصلوب دايما المصلوب المصلوب. وانتم فايدتكم ايه؟ ها؟ مش قادرين تجبروهم على ترك العقيدة دي؟ يا مولاي العقيدة دي عقيدة سحرية، ليها طقوسها وطلاسمها، واحنا رجال حرب مش رجال سحر. رجال حرب، هو ده اللي انا دايما باخده منكم، رجال حرب، رجال حرب، رجال حرب
تحاربوهم. اسمع، انت تذهب دلوقتي فورا وتجيب لي متعهد الصيد ده هنا حالا، مفهوم؟ امر مولاي. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم ات وليس له فيا شيء. انت لسه ما نمتش؟ كنت بصلي. في لوبيتير نام؟ ايوه. وانت ما نمتيش ليه؟ الحقيقه انا قلقانه. من ايه؟ من اصحابك اللي زاروك الصبح. خايفه ليوصل للوالي خبر ايماني بالمسيح؟ ما تخافيش، الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون. والاسبوع اللي فات اشتريت نمر افريقي من اشرس انواع النمور. اعتقد يا مولاي ده اللي بيطلقوا عليه اسم الببر. لا يا عزيزي، الببر ده من فصيله تانية. لكن ايه مولاي؟ ايه في ايه؟ جورديانوس يا سيد الوالي. ماله؟ قبضنا عليهم منتظرين اوامرك. هاتوه هنا. ومين جورديانوس ده؟ ده اعظم صياد وحوش ومورث حيوانات هنا في الولايه. طب قبضوا عليه ليه؟ اكيد غشاش. ابدا، لا غشاش ولا حرامي، انما اعتنق المسيحيه. وايه اللي يخلي صياد وحوش يعتنق المسيحيه؟ انا سمعت ان معظم تلاميذ معلمهم كانوا صيادين فعلا، لكن كانوا صيادين سمك مش وحوش. ما تفرقش. سيدي الوالي، الاسير جورديانوس يا مولاي. ايه يا جورديانوس اللي سمعته دوت؟ خير يا مولاي. مولاك؟ مولاك ايه بقى؟ ما خلاص بقالك ملك غيري. دينا جناب الوالي بيدعونا لطاعة الملوك والأمراء والرؤساء، ومش بس كده، والصلاة من أجلهم. وبتصلوا لمين بقى؟ للرب. أي رب؟ المصلوب؟ النجار؟ تصوروا يا جماعة إن رب الجماعة دولة نجار، اتهم وحكم عليه وصلبوه كمان. يا سيدي الوالي، أنا ما بنكرش إن إلهي وسيدي يسوع المسيح. ماله؟ كان نجار وكان فقير وصلب على خشبة. كل المعلومات اللي انتوا قلتوها عنه حقيقية، ولكن اللي انتوا ما تعرفوهوش ليه اتولد فقير وليه صلب ومات على الصليب. نفسي أعرف ليه إله يتولد فقير. عشان يعلمنا التواضع أيتها الأميرة. التواضع؟ التواضع. وإيه مسألة الصلب دي؟ مسألة الصلب مسألة فداء. فداء مين؟ فداء البشر، كل البشر. يفديهم بإيه؟ وليه؟ أظن يا سيدي مهما كانت الديانة اللي بتدين بيها الخلق صفة الآلهة. من هنا حبدأ معاك الحوار. عندما خلق الله الإنسان على صورته ومثاله وضعه في جنة عدن وأمره أن يأكل من جميع أشجار الجنة إلا شجرة واحدة. ها كمل لما نشوف آخرتها. لكن الشيطان أغرى المرأة. لا ده انت زودتها قوي. أرجوكي، ها كمل. أغرى المرأة بإيه؟ بأن تأكل وتعطي رجلها من هذه الشجرة. عملية تمرد يعني؟ بل عصيان يا سيدي الوالي. هي فعلا عملية عصيان لما الإمبراطور يقرر عدم اعتناق المسيحية ويحرم هذا الدين، ويجي واحد زيك انت يعتنقه. تسمي ده ايه؟ سيدي الوالي انا عصيان، مش كده؟ انت حكمت على نفسك يا جورديانوس بالعصيان، وانت عارف حكم العصيان كويس. يقبض على عائلة هذا الرجل وتلقى معه في السجن حتى الموت. ياه، الليل جميل قوي، بيوحي بأجمل عبارات الحب. أكيد
أكيد إن الإلهة ديانا فرد التبها الأزرق على الكون. إيه؟ مالك يا مولاي؟ ها؟ لا مفيش. مفيش إزاي؟ أنت مش معايا خالص. تفتكر إزاي واحد زي جوريديانوس يرضى إنه يتقبض عليه هو وعائلته ويترمي في السجن؟ مش بس كده، لا، تتصادر كل أمواله علشان دين الناصري؟ يا مولاي ما تشغلش بالك بالجماعة دول، شايف الجو الجميل ده؟ لابد إن الدين ده فيه حاجة بتخليهم يضحوا بكل شيء من أجله. إيه ده؟ في حاجة يا مولاي؟ أنت مش سامعة حاجة؟ اسمعي كده. مش سامعة غير صوت خرير المياه. لا لا لا، أنا قصدي صوت الغنى، في صوت جميل بيغني. يا مولاي ده صوت قلبي وقلبك، صوت الليل اللي احنا فيه هو اللي بيصور لك انك بتسمع الموسيقى والغنى ده. انا بقى كده اطمنت انك فعلا بتحبني. انا بتكلم جد، اسمعي، الصوت ده جاي من هنا، من ناحية معسكر الجنود. اه فعلا، مش قلتلك ده الصوت ده جاي من ناحية السجن. معقولة؟ معقولة المساجين بتغني؟ تعالي تعالي نشوف في ايه. مولاي الوالي، ايه في ايه يا عم؟ جوردانوس وعائلته في السجن يا مولاي. ايه عاملين حفلة؟ من وقت ما قبضنا عليهم وهم عمالين يغنوا اناشيد دينيه، والناس اللي حواليهم عمالين يغنوا معاهم. وانت ما عرفتوش يسكتوهم؟ كل ما نيجي نقرب منهم رجلينا تتسمر مكانها يا مولاي. ايه النور ده؟ اه صحيح، ايه النور ده؟ ده زي ما يكون في واحد معاهم بيحرسهم وبينورهم. تصفح عني يا مولاي. سبق وقلت لجلالتك ان ديننا امرنا بطاعه الملوك والامراء والرؤساء والولاء ليهم. صدقني مولاي، احنا المسيحيين بنحب كل الناس، منكرهش حد ابدا. ده اللي انا حسيته واخبرت بيه. جوردانوس، انا هعوضك عن كل ما لحق بك من اهانات، وده تم بالفعل. اقرأ ما كتبت. أمرنا نحن والي سكيتوس بتولية جوردانوس على المقاطعة الشمالية وخلع لقب أمير عليه هو وعائلته ورد جميع أمواله وأملاكه وعبيده وتقديم وافر الاحترام لهم من رعيته وجنوده واعتباره ممثلا شخصيا لي في المقاطعة. امضاء والي سكيتوس العظيم. يا مولاي انا اشكرك على كرمك، ولكن انا عايز تصحيح بسيط. تصحيح ايه؟ نعم اذا سمح مولاي.
اسمع اتكلم. التصحيح في الاسم فقط. انا اخطأت في اسمك؟ لا مولاي، جورديانوس ده اسم القديم، ولكن بعد ايماني اصبح اسم نوح. هذا افضل لكي ينسى الشعب اسم جورديانوس. صحح الاسم. في شيء بيني وبينك مش هذكره في الوثيقة، وهو أن لك أن تعبد إلهك أنت وعائلتك كيفما شئت. يا ولد عاوز أسأل سؤال. قول يا فلوباتي. صحيح بيتحول الخبز والخمر في القداس لغز يضربه دمه؟ ايوه يا ابني، ده سر من اسرار الكنيسه اللي اسسه الرب يوم خميس العهد. فاكر الرب قال ايه؟ اخذ يسوع خبزا وبارك وكسر واعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. ثم اخذ الكاس وشكر وبارك واعطاهم فشربوا منها كلهم، ثم قال لهم هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من أجل الكثيرين. ده سر عظيم من أسرار الكنيسة. عارف عددهم كام يا فلوباتير؟ أيوة 7 أسرى. سيد الأمير فلوباتير، صديقك الأمير روسوس ينتظرك بالحديقة. اسمح لي يا والدي. فضل هات شوف تعالى وراي. حاضر يا سيدي. عايش تبارانه كويس عشان لما تكبرهم تمسكوا ده. عظيم عظيم جدا يا فلوباتير. بس هو خدني على اخوان. اثناء المبارزه لابد انك انت تكون منتبه لكل حركات خصمك. كفايه شرب بقى، انا عمري ما شفتك بتسكر بالشكل ده. ولسه ياما هنشرب. قصدك ايه؟ الشيء اللي مجنني اني انا بونتيوس بافيوس قائد جيوش المقاطعه دي كلها، والوحيد اللي يستحق انه يحكم الولايه كلها. يستبعدني الوالي ويجي الامير نوح يعينه بدالي انا. سيدي القائد اهدى، مش كده. تفتكر بذمتك انت تفتكر انه اكفأ مني؟ ها؟ انت كفايه شرب بقى، انت كده بتضر نفسك. نفسي اعرف الوالي ليه عمل كده، ومين هو؟ مين هو الامير نوح ده عشان يعينه مكاني في المنصب اللي كافحت طول عمري عشانه؟ طول عمري انا بكرهه. طب اهدى انت سكران، قوم ارتاح. نفسي ارتاح. رسالة من الوالي يا مولاي. الوالي بيأمرنا بالتوجه فورا للبربر ومحاربتهم حتى النصر. تبوك فلنشكر الرب على انتصارنا على البربر.
وأشكركم جميعا على ما أظهرتموه من بسالة ونضال أثناء المعركة. والآن فلنستعد جميعا للعودة إلى الأهل والأحباب. وطبعا المجد ده هيتنسب له، وأكيد الوالي هيعليه. يبقى حانت اللحظة المناسبة واحنا كلنا معاك. أكد على رجالتك. حصل. لازم الأمير نوع يموت، لازم أقطع عليه هو وجنوده وتولى على المقاطعة. تؤمر بحاجة تانية؟ أيوة، الخطة اتغيرت. إزاي؟ إحنا مش هنهجم عليه هو في خيمته، إنما أوعز الشيطان لبونتوس أن يراقب هو وفرقته جورديانوس وجنوده ليقتلوه، وذلك لحقدهم عليه لانتصاره على البربر. لكن الله خلصه من يد بونتوس، ولكنه وقع في يد ملك البربر. ازاي ده حصل؟ كمين من البربر يا مولاي قضى عليه هو وجنوده انتقاما لهزيمتهم. وانتوا كنتوا فين؟ للاسف يا مولاي، على ما وصلنا لميدان المعركة كان الأمير نوح وكل جنوده قضي عليهم. أبلغ الأميرة سفينة زوجته بالخبر، وتولى أنت حكم المقاطعة على ألا تمس عائلته بسوء. أنا بحذرك، بلغها عزائي. أمرك يا مولاي. فلترحم الآلهة روح الأمير نوح. دي أكبر فرصة ليا إني أستولى على قلب الأميرة سفينة وأتجوزها. إلهي وسيدي يسوع المسيح، لقد كنت دائما بجانبي، نصرتني في الحرب على البربر. أنا أعلم أنك لن تتركني ولن تسلمني يد أعدائي، لأني أثق من رحمك وأعلم أن هذا الذي حدث هو من حقد البشر، من حقد الشيطان. نجني يا رب، نجني وأعني، نجني يا رب من هذه أعدائي. لقد سمع الرب لصوت صلاتك وأرسلني كي أطمئن قلبك أن الرب يسوع المسيح إلهك لن يتركك وسوف ينجيك. افتحوا الباب، فكوا القيود. انت مين يا راجل انت؟ ومين الراجل اللي كان منور معاك في السجن ده؟ ده ملاك أرسلها الرب ليحميني. يحميك؟ تعال معايا لما تشوف حكايتك ايه وحكاية الملاك بتاعك. تعال. تخاف لأني معك. القائد بونتوس. مولاتي الأميرة، يبلغك الوالي العظيم بوفاة زوجك في ساحة الشرف، ويرسل لك تعزيه، ويبلغك أيضا يا مولاتي العظيمة أن جميع حقوقكم وألقابكم لن يمسها إنسان، إكراما لذكرى زوجك الأمير نوح الشجاع. مولاتي،
شوف يا عم نوح، انت النهارده ضيفي، يعني انت معزز مكرم، والقصر كله القصر كله تحت امرك، خد راحتك على الاخر. عايز اقول لك حاجه، تمام، العبيد دول كلهم كلهم تحت امرك، يعني تعتبر ان هم رجالتك. كسوار يعني انت هنا راجل ايه؟ معرفش مكرم. كل الحوالي دول كلهم الحوالي كلهم بلام انتم عفنتم، خدت بالك؟ وكل شيء تطلبه اي شيء مجاب. شكرا ايها الملك. عظيمة هي وعودك يا رب. سيدة سفينة، في ايه يا كلوديوس؟ لو سمحت عايز اكلمك في حاجة مهمة. في ايه؟ في حاجة حصلت لفلوباتير؟ لا يا لا، فلوباتير بخير الحمد لله. امال في ايه؟ قلقتني. الوالي يا مولاتي في الطريق ليك عشان ياخدك لقصره. ليه؟ انا ما اشتكتش. وانت عرفت ازاي؟ سمعت يا مولاتي. سمعت ايه؟ قول بسرعة. سمعت انه عايز يرفعك جنبه على كرسي الولاية. يعني ايه؟ عايز يتجوزك يا مولاتي. وهو فين دلوقتي؟ في نص الطريق تقريبا، وهيوصل مع دخول الليل. يبقى لازم نتصرف بسرعة. أشكرك يا كلوديوس، لازم نشوف أي طريقة للهرب. أنا جهزت كل حاجة يا مولاتي، يا ريت تاخدي كل حاجة من ذهب وجوهرات، أي حاجة تحتاجيها في غرفتك حالا. وعندما حضر الوالي إلى قصر نوح لم يجد سفينة وابنها، وأبلغه الخادم الأمين أنها في أيامها الأخيرة قد حطمها الحزن على فراق زوجها الأمير نوح، فقررت ترك القصر، ولا أحد يعلم مكانها. فما كان من الوالي إلا أنه تأسف عليها وعلى ما أصابها. سيدي الملك. الأمير نوح على الباب. سيدي الملك، أطال الله في عمرك. تعال جنب هنا أمير نوح، تعال جنب. أبقاك الله لشعبك أيها الملك. في يا أمير نوح؟ تعال جنب هناك. نعم يا سيدي. اتكلم يا سامح. قول. سيدي الملك، أنا بقالي سنة وخمس أشهر في ضيافة الملك العظيم، واشتقت لزوجتي وابني. ولو ما تكملش يا أمير نوح. أنا فهمت أنت عايز تقول إيه، لكن ما تريد، ولو إن ده هيحرمني من وجودك جنبي. أرجو إن مولاي يسمح لي بتبديل الملابس دي وألبس ملابس العسكرية لحسن ما يعرفونيش. ده اللي حصل لي يا أبانا، وهي دي حكايتي. وانت قاعده فين دلوقتي يا بنتي؟ في فندق الغرب. ده اللي قرب النهر؟ ايوه يا ابانا. يا ريت يا ابانا ابقى من شعبك وتقبل تاخد اعترافاتي انا وفلوباتير. ان شاء الله يا بنتي، ربنا دبر امورك. المفاجاه اسلجت صدري يا امير نوح. انا كمان كنت مشتاق لرؤيه جنابك ايها الوالي العظيم، لكن زوجتي وابني حصل لهم ايه؟ يا أمير نوح، زي ما قلت لك بالظبط، هو ده اللي حصل. الخدم بيقولوا إن صحتها تعبت في الأيام الأخيرة، وحالتها النفسية كانت صعبة جدا، ومحدش يعرف يا ترى هي راحت فين، ولا الأمير فلوباتير راح فين. لا يا أمير نوح، مين عارف؟ مش يمكن لو عرفت إنك لسه على قيد الحياة ترجع لك؟ يا مولاي اسمع يا أمير نوح، أنا طبعا عارف
ان انت السبب في انتصارنا على البربر، لكن ارجو انك تغفر لي. في غيابك يا امير نوح كان لازم يكون في حد موجود والي على المقاطعه، وانا عرفت يا مولاي، وربنا يسامح الجميع. يا امير نوح، انا هوليك على مقاطعه على حدود بلاد الروم، ايه رايك؟ اللي يؤمر بيه مولاي. ومرت السنين، اصبح فيها قديسنا شابا يافعا. وقد احسنت امه سفينه تربيته التربيه الدينيه الصالحه. سيدي يسوع المسيح، اعني على خدمتك، وضع في قلبي محبتك، واجعلني من قطيعه، ولا تسلمني لمؤامرات الشيطان ولا لاغراءات عدو الخير التي يزينها للشباب في مثل سني. وارحمني وارحم روح والدي نوح، وحافظ على امي سفينه، فانت ربي والهي ومخلصي. واسمعني يا سيدي حينما اقول لك بكل شكر، يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمسلمين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. زمان يا رب يسوع، مش معقول الشبه ده. يا بانا، في حلم دايما بيتكرر عليا من بعد ما فقدت زوجتي وابني. بشوف نفسي وقدامي خبز وخمر، وبشم ريحة جميلة جدا صاعدة منهم. يا ابني، انا شايف ان السماء عايزة تعلن لك إن ابنك وزوجتك على قيد الحياة، ولابد إن عناية الله هتدبر لقائكم. يا ريت يا أبانا، يا ريت. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. صلي من أجلي يا أبانا، صلي من أجلي. ربنا يباركك. يا أمير نوح، بقالك مدة كبيرة وأنت على الحالة دي. مش عارف كنت بس الحلم ده بيتكرر عليا كتير، مش عايز يسيبني ابدا. مش ابونا الاسقف فسرهولك؟ ايوه، فاكسب ما حصلش حاجه. انا شايف ان اعصابك تعبانه شويه اليومين دول يا امير نوح. ايه رايك لو تخرج تنصيد السمك من البحيره بكره؟ فعلا عندك حق. عموما على البحيره فندق جميل جدا اسمه فندق الغربة، نحجز فيه ونقضي هناك يومين. الأمير نوح ما كانش عنده حظ النهاردة، اصطاد سمكة واحدة بس. يا سيد، وأنا في سنك كنت بصطاد وحوش، لكن أعمل إيه؟ أقضي كده مع السمك. أمي خير؟ اسمع يا فلوباتير، في امير بيزور الفندق وانا شفته في الحديقه، انا عايزاك يا ابني تقابله. خير يا امي. البس يا ابني لبس الجنديه واركب الحصان اللي تحت وتقدم ليه واديله التحيه. ليه يا امي؟ ربما يا ابني يضمك لجنوده وتصبح ضابط من ضباطه،
أنا أؤمن أن الله هيعطيك نعمة قدامه. أمرك يا أمي. أنت مين أمرك تركب حصان الأمير؟ أنت جبت اللبس ده منين؟ وإيه اللي ركبك الحصان ده؟ أنت مين؟ يا سيدي الأمير، أنا جندي وابن أمير، وأمي أيضا أميرة. ويا ترى تعرف تجيد فنون القتال؟ نعم يا مولاي. مولاي مولاي. أنت مين؟ أنا أم. إحنا عيلة صغيرة، زوجي كان صياد وحوش، وأشرق علينا الرب بنور الإيمان فأصبحنا مسيحيين، وأعطاني الرب اسم سفينة، وأعطاه هو اسم نوح. أنا نوح، أنا نوح يا زوجة الحبيب، أنا نوح. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. لبثير ابني، والدي، ربي وإلهي ومخلصي وفدي يا يسوع المسيح. أشكر مراحمك، أشكر محبتك، أشكر عنايتك، أشكرك يا رب أنك سمحت لي أن أعيش حتى ألتقي بزوجتي سفينة وابن الحبيب لوباتير. أشكرك يا رب لأنك جعلتني ألتقي بزوجي نوح وأطمئن عليه وأن يتعرف على ابننا لوباتير. أعطنا يا رب أن نكون أبناء صالحين لك. أشكرك يا رب لأنك سمحت لي بعد هذه الفترة الطويلة أن ألتقي بوالدي الحبيب نوح ويتعرف علي وعلى والدتي سفينة. علمنا وارشدنا. مهكك لا يريد شيئا على الأرض سكتنا يا رب متى تلك في ملكوتك. الحقيقة يا أميرة سفينة، رجوعك أنت والأمير فلوباتير رجع السعادة للأمير نوح ولينا كلنا. أشكرك. فعلا كونتيلوس عندك حق، رجوع زوجته وابني أدخل البهجة لحياته للقصر بعد ما خيم عليه الحزن سنين. تسمحي لي يا سيدة الأميرة أقدم زوجتي وأولادي اللي جم مخصوص للتهنئة، وأنا أحب أتعرف عليهم. يسمح مولاي؟ خليهم يتفضلوا. زوجتي جوليانا، هيرمان، فيوباسا، كندور، اخر العنون. تشرفنا، احنا سعدنا بلقائكم. الحمد لله على سلامتك يا اميره وسلامه الامير فلوباتير. ما تتصوريش وقع الخبر الحلو ده كان على قلوبنا ازاي. حقيقي الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. اشكر شعاركم. وانت يا هيرمان؟ يا مولاتي انا فرحان برجوعك انت والامير فلوباتير. اشكرك يا هيرمان، وانا شايفه كده انك هتكون فارس من الفرسان العظام. انا خادم من الامير نوح من رجاله. خلاص نعينك وزير. وانت يا فيبوسا؟ السعادة برجوع الأميرة والأمير فلوباتير. دي حاجة احنا كلنا شاعرين بيها، لكن انا قصدي لما تكبري تحبي تبقي ايه؟ أبا زي ماما. ست بيت يعني؟ وخادمة للرب. الرب معاك يا فيبوسا، داومي على الصلاة والصوم والتناول وأكيد الرب هيحقق كل مرادك. وانت بقى يا أخ العنقود؟ انا عاوز أبقى زي بابا وزيرة. يعني عال يبقى عندك اتنين وزراء. الأمير فلوباتير. من النهاردة أمير فلوباتير انت قائد من قوادي، عايزك تتدرب على فنون الحرب والقتال لتصبح قائد الجيوش. أمرك يا والدي. ها ها
اسمح لي يا رب أن أحيا حياة الاستعداد الدائم لملاقاتك، حتى عندما أنتقل إليك أسمع صوتك الحنون: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، ادخل إلى فرح سيدك. ربي ليش جاء أن أنطلق؟ وبعد نياحة الأمير نوح أصدر الوالي أوامره بتعيين القديس فيلوباتير قائدا من قواده، وذلك خلفا لوالده. ايه يا فاليريانوس، مفيش اخبار عن البربر دول؟ اطمئن، في عهد ولايتكم يا مولاي كل شيء هينتظم. سيدي الامبراطور ديسيوس، في ايه؟ رسالة من الامير ماركوس. انتصار ساحق على البربر. شكرا للآلهة. خضيرة يا فاليريانوس، تعرفش هو دعانا للاجتماع ليه؟ يمكن يكون فيه اخبار مهمة. النهاردة انا بزف لكم انا الامبراطور ديسيوس وشريكي في الحكم الامبراطور فاليريانوس خبر انتصار جيوش روما العظمى على جيوش البربر والقضاء عليهم تماما. النهاردة أعدنا لروما مجدها العظيم. تحيا روما العظمى، تحيا روما العظمى، تحيا روما العظمى. ولقد اتخذت أنا وشريكي في الحكم الإمبراطور فاليريانوس قرار أرجو موافقتكم عليه. اجتازت روما العظمى محنة الحروب مع البربر، وقد ساعدتنا آلهتنا العظيمة في انتزاع النصر، لذلك أمرنا نحن بفتح أبواب المعابد في كل مدينة وكل بلد، كما أمرنا بعدم تواجد أي مسيحي والقضاء عليه نهائيا، وعلى كل الشعب تقديم الذبائح، وكل من يرفض تقديم الذبائح والضحية لآلهتنا العظيمة يكون محكوما عليه بالموت. الإمبراطور ديسيوس والإمبراطور فاليريانوس. وافق. أنا سعيد بقراركم الحكيم. يكتب هذا المنشور ويوزع على موثق الإمبراطورية، وترسل صورة من هذا المنشور إلى جميع أنحاء الإمبراطورية. سيدي الإمبراطور، القائد ماركوس. سيدي الإمبراطور ديسيوس، سيدي الإمبراطور فاليريانوس، السادة أعضاء مجلس الشيوخ، القائد ماركوس يقدم لكم سيف الملك البربر المهزوم، دليل على ولائنا للإمبراطورية وللإمبراطور. تقدم أيها القائد. تحيا روما العظمى. وأحب أقدم لكم أكبر قوادي ومساعدي، واللي كان سبب في النصر معايا، القائد بارتوليوس. أنا مسرور بلقائك يا ماركوريوس، فرحان قوي بكل اللي سمعته عنك. من دلوقتي أنت أحد قواد العظماء، وأنا رأيتك إلى طبقة الأمراء. أشكر مولاي الإمبراطور على هذه الثقة الغالية. أشكركم جميعا. كنت بصلي لك طول فترة الحرب. حقيقة يا أمي الحرب كانت صعبة قوي وقاسينا فيها كتير، ولكن الرب نصرنا. سمعت بالمنشور اللي أصدره الإمبراطور؟ سمعت يا أمي، ما تخافيش، ربنا مش هيتخلى عن أولاده. الدم يا ابني مغرق شوارع روما. الرب يجازي، يدافع عنكم وأنتم تصمتون.
أنا خايفة يا ابني لو عارفوا إنك مسيحي. يا أمي لازم تعرفي إن سر انتصاري في الحرب هو تمسكي بالرب وصلاتي. في عز المعركة كنت برفع صوتي ليه، وكنت بشعر بإيده بتأيدني. ربنا معاك. ادخل الدرج، حرام عليكم سلاح، حرام عليكم، حرام. ايه في ايه؟ مالك سيد القائد؟ العقل ده ضبطناه وهو بيسرق من المطبخ سيدي. فكوكا حاضر يا سيدي. تعال حاضر يا سيدي. انت سرقت ليه؟ الجوع هنتني يا سيدي. ليه؟ هو انت ما بتدلوش ياكل؟ بنديله ثلاث وجبات كل يوم يا سيدي. امال ايه حكايتك؟ انت مش عارف ان السرقه يعاقب عليها؟ عارف يا سيدي، لكن ارجوك لا يحمل غضبك على عبدك. اتكلم، في ايه؟ دافع عن نفسك. انا صحيح عبد عندك يا سيدي، لكن ليا هم مسني واخواتي صغار وما لهمش عائل غير، وعايشين خارج القصر، وكنت كل يوم لما اخد نصيبي من الاكل والشرب والمرمى من فوق سور القصر، والنهارده لما اديتهولهم جه وسرقت عشان اكل. يعني عايز تفهمني انك بتحرم نفسك من الاكل عشان خاطر تعول امك واخواتك؟ عظيمه محبتك، لكن انت غلطان. غلطان يا سيدي وحرمت. كان لازم تبلغني وانا كنت هتصرف. في الحقيقه انا حبيت شتاي عليك لان مشغولياتك كتيره. روح هات اسرتك تعيش معايا في القصر، وربنا يدبر كل شيء. بارك الله فيك يا سيدي الامير، بارك الله فيك يا سيدي الامير. تفتكر ان البربر هيسكتوا على الهزيمه دي؟ طبعا لا، لاحظ ان مش هيقدروا يقوموا بحرب جديده من تاني. هنهزمهم بقوه الالهه العظيمه. ما دام عندنا قوات مخلصين زي ماركوس ومركوريوس يبقى مش ممكن البربر هتقوم دوله ابدا. على شرف روما العظمى. اهلا اهلا اهلا. يا ايه، ما وحشتكش؟ اتفضل. وحشتيني جدا جدا، بس اعمل ايه؟ الحرب خلصت. استاذن انا. مين الضابط ده؟ ده القائد ماركوريوس. خليك استاذن. خليك، ما تستاذن. لونا بنت اختي، اجمل فتيات روما، القائد ماركوريوس. قائد صغير كده. القيادة مستني يا سيدي. لونا، اسمي لونا يا ماركوريوس. أيوة ديسيوس ماركوس، تعالى 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 ماركوريوس. أرجوك يا سيدتي، أنا لازم أمشي دلوقتي. ماركوريوس، ما تنساش أنت في حفل الإمبراطور، ما تقدرش تنصرف، يعني أمرك للآلهة. اقعد يا ماركوريوس. انت مين؟ انا فيلوباتير ماركوريوس، ابن الامير نوح وقائد في الجيوش الامبراطوريه. انا ما شفتكش قبل كده. ما حصلليش الشرف. وايه بقى حكايه ماركوريوس دي؟ الجنود اللي اطلقوا الاسم ده عليا في المعركه. ماركوريوس المنتصر؟ الحقيقه اللي يشوفك لازم يعجب بيك. انت مرتبط يا ماركوريوس؟ يعني بتحب؟ فعلا. وحبيبتك؟ حبيبتي ملهاش مثيل في العالم كله. ياه، اقدر اعرف اسمها؟ افضل الاحتفاظ بيه لنفسي. طيب هي من البلد؟ من روما يعني؟ يجوز. لا ده انت باين عليك غويط قوي، بس مش على لونا. أرجوك يا سيدتي، أنت عايزة إيه مني بالظبط؟ عايزاك. وأنا ما أنفعلكيش. علشان حبيبتك؟ للدرجة دي أنت مخلص لها؟ لأ،
عشان انا مسيحي وديني ما بيسمحش بالعلاقات دي. مسيحي؟ ايوه. قائد من قواد الامبراطور مسيحي؟ وافخر ان انا مسيحي. على العموم ايها المسيحي، لينا لقاء تاني. مرقريوس تعال عزم. مرقريوس افتكر بايدي ممكن ادخلك السجن، وبايدي دي برضو ممكن ارفعك. خد كامل عليه مقريوس. تعال عاوز كمل التمرين لحد ما ارجع لك. خير الامبراطور ديسيوس باع الطالب فرقتنا حالا. خدها على قواد وجنود فرقة بارتيسيون الحضور فورا للانضمام الى جيش روما العظيم لصد هجمات البربر عند وصول هذه الرسالة. الامبراطور ديسيوس. معنى الكلام ده ان احنا لازم نتحرك حالا. بلغ الجنود وهنستعد للرحيل مع اول شعاع للشمس. امرك. مرقريوس تقدر تروح تودع والدتك قبل ما نمشي. خلاص مسافر بالسلام. ايوه يا امي في الفجر. ارجوك يا امي هوني عن نفسك. الرب يكون معاك. الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. نصيبك هو الرب ينجيك من فم الاسود ومن ايدين اعدائك. ارجوك يا امي عايز اسافر وانا مطمن عليك. سافر يا ابني بالسلام. سافر ربنا ينصرك. اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اللهم التفت الى معونتي يا رب اسرع واعني ليخزى ويخجل طالبه نفسي وليرتد الى الخلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك ليقل في كل حين محب خلاصك ليتعظم الرب. اما انا فمسكين وفقير. اللهم اعني انت معيني ومخلصي يا رب فلا تبطئ. يا سيدي انا ذاهب وتارك امي بين يديك الحنون. احفظها يا رب من ايدي الحاقدين ومن مؤامرات الشيطان وارفع شأن المسيحيين. امين. ديسيوس ترعاك الالهة وترجع لمسالم المنصور. الامبراطور فاليريانوس حيقوم باعمالي اثناء غيابي في المعركة. اذا احتجت اي حاجة اطلبيها منه ما تتردديش. رافقتك السلامة. فاليريانوس كنا جايبين في سيرتك. شكرا يا مولاي. اطمئن كل المؤامرات الداخلية اتقضى عليها والامن مستتب والشعب كله بيقدم الذبائح. حتى المسيحيين لازم يقدموا ذبائح ويبخروا للآلهة. حارب انت البربر وانا هحارب المسيحيين وخلص لك عليهم. شكرا يا فاليريانوس. النهاردة هزيمة البربر كانت سهلة جدا يا مولاي، والنصر عليهم كان بفضل تدبيرك وخططك وبفضل قيادتك يا ماركوس انت وبركوريوز في قيادة الكتائب. بصوا يا ابطال، مع اول ضوء هندخل بالمجموعة الرابعة من هنا. رماة السهام هيكونوا مستنيين هنا.
أما الفرسان بقيادة مرقريوس مش هيهجموا إلا بعد أول إشارة، بعد ما العدو يدفع بفرسان. خطة حكيمة يا مولاي. ودلوقتي تقدروا تروحوا ترتاحوا يا أبطال. على إذنك يا مولاي. تفضل. الرب نوري وخلاصي من من أخاف، الرب حصن حياتي من من أرتاح. عند اقتراب الأشرار مني ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش فلا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. المجد لك يا رب. أرسلني الرب يسوع المسيح لأساعدك وأقودك للنصر، فخذ هذا السيف وحارب به البربر، وعندما تغلب تذكر الرب إله. مرقريوس وده معناه كبير قوي. انا اللي رفعته على راي المثل اللي بيقول تزرعه ويقلعك. لا مش هيقدر، مش هيقدر يقلعك ابدا. اديك شايف وسامع بودانك الهتاف لمرقريوس مش للامبراطور، ومش بعيد يتولى هو قياده الجيش واتركن انا. انا عايزك تطمن سيد القائد، مش هيحصل على جثتي. ايه اللي يخليك متاكد كده؟ لأن القائد المنتصر مرقريوس مسيحي يا سيد القائد. أنت بتتكلم جد؟ أنا واثق من كلامي وأتحمل نتيجته. أشكرك يا سيدي وحبيبي يسوع المسيح على عظيم إحساناتك. يا سيدي اجعل روحك القدوس يجدد طبيعتي وينزع عني الغرور وروح المجد الباطل ويثمر فيا بالمحبة. أشكرك يا مخلصي على إرسالك لي سيف الغلبة. أنا في حياتي ما شفتش راجل واحد يهزم جيش بالكامل. أنا كنت وسط الميدان بشاهد المعركة وكأني شايف شبيه الآلهة هو اللي بيحارب. كان سيفه عبارة عن نور، نور بيلف يحصد الاعداء حصد. معقول؟ بقولك انا شجاعه زي دي عمري في حياتي ما شفت لها مثيل. لذلك قررت انا الامبراطور ديسيوس ان يرقى مرقريوس قائدا للجيوش الرومانيه. وماركوس؟ ماركوس كبر خلاص. انا عايز شباب جديد
دم جديد، شباب شجعان. شايفاك متحيز قوي يا مرقريوس. ما تنسيش ان هو سبب النصر. ابعتوا هاتوا لي القائد مرقريوس. القائد مرقريوس. والآن أيها السادة، أقدم لكم الأمير مرقريوس. وقد أعلناه قائدا للجيوش. الكلاب. أنا لازم أبلغ مرقس باللي حصل بالتفصيل اليومين. كنت أتمنى أن أكون في المعركة بنفسي. يا مولاي، كلنا كنا بنشعر بتأييدك أثناء المعركة. أنت صحيح بطل، وبتعرف إزاي ترتب كلماتك. أشكرك. من دلوقتي يا مرقريوس هتحضر جنودك، عشان هنخرج كلنا نقدم القرابين والبخور للآلهة العظيمة. فين مرقريوس؟ ما جاش. ليه؟ تعبان ولا حاجة؟ يا سيدي الإمبراطور. اسمح لي سيدي الإمبراطور. اقول له ولا تقول له؟ قول له انت. ما تقول له انت. قول له انت. اقول له. ايه في ايه؟ ايها الامبراطور العظيم، يؤسفني ابلغك ان الراجل اللي انت اخترته وخليته من الامراء وخليته كمان يبقى قائد جيوش الامبراطورية العظيمة مرضاش يجي علشان ما يبخرش الالهة. انت بتتكلم عن مين؟ عن مرقريوس ايها الامبراطور العظيم. مستحيل اصدق. لازم حصل حاجة، أو يمكن بينك وبينه ضغينة عشان كده عايز توقع بينا. يا سيدي الإمبراطور لازم تتحقق بنفسك، لأن قائدك مسيحي ومش هيقدر يجي يبخر للآلهة لأنه خاين. هاتولي الأمير مرقريوس. الأمير مرقريوس. مولاي الامبراطور، ارسلت في طلبي. ايوه يا امير مرقريوس، قرب. يؤمرني مولاي. صحيح يا مرقريوس، هتنفذ اوامري؟ مولاي انا جندي من جنودك. عاد انا برضو كنت واثق من كده. في حاجه يا مولاي؟ اسمع يا مرقريوس، ايه رأيك في ليقابل الحب والاخلاص بالجحود؟ سيد الامبراطور، الحب يقابل حب. تمام. ولما انت عارف كده ليه بتحرجني قدام كبار رجال الدولة وانا اللي رأيتك ومنحتك اكبر الرتب في البلد؟ ما حصلش شيء مني يسيء لعظمة الامبراطور. لا، عصيت اوامري وما خرجتش تبخر للآلهة اللي رفقتك في الحرب ونصرتنا. يا سيدي الامبراطور، لك كرامتك. انا ما بنكرش انك انت اكرمتني واعطتني قيادة الجيوش، ولكن اعلم ايها الامبراطور اني لم انتصر على البربر الا بقوة صليب ربي والهي يسوع المسيح. وادي القلادة اللي شرفت بيها عنقي، اخلاها عن اقتناع، لان مجدا من العالم لا اريد. عريانا خرجت من بطن امي، عريانا اعود. وانا بعلن امام كرسيك الامبراطور العظيم، انا مسيحي وببخر ان انا مسيحي. خساره، خساره يا مرقريوس، وانا اللي كنت بعدك تاخد مكاني في يوم من الايام. يا سيدي الامبراطور، باطل الاباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. تعجبني شجاعتك ايها القائد، لكن انا اتهيالي انك ممكن تغير موقفك شوية
فهسيبك ترتاح وتفكر حبة. ما تتعبش نفسك، مفيش أي حاجة في الدنيا هتبعدني أو هتفصلني عن محبة المسيح. أنت مش عاوز تتعبني، وأنا مش هتعب نفسي. وما دام أنت بقى مصمم على عنادك، خلاص. حرس! خدوا راجل الكرامة والشهامة وارموه جوه السجن عشان يدوب مرارة الذل والهوان. يلا يا مركوريوس. القائد ماركوس بالبيت، خليه يدخل. بقالنا مدة ما شفناكش يا ماركوس، ايه هيلين منعاك عنا ولا ابتديت تحبها؟ ديانا يا حبيبتي يا مولاتي، لا هيلين ولا كل نساء العالم يشغلوني عنك. كلام وبس، امال ايه اللي خلاك تبعد عنا المدة دي؟ يا مولاتي يا حبيبتي، انا ما يبعدنيش عنك الا الموت. ماركوس نسيت ايامنا الجميلة؟ مش هنسى يا مولاتي، مش هنسى ايامنا الجميلة، ومش هنسى كمان ان الامبراطور بتاعك سرقك مني. الامبراطور في وادي وانا في وادي تاني، كنت فاكرة اني لما رفعت القائد للجيش انك هتكون جنبي، لكن يظهر ان جوازك من هيلين نساك الدنيا بحالها. ابدا، هيلين يا مولاتي مجرد زوجة، لكن انتي انتي الحبيبة. ماركوس صلوا معي يا ابنائي لأجل فلبرتير مرقريوس ليرفع الله عنها هذه الكأس. يا إخواتي، أنا هيلين أختكم في المسيح زوجة القائد ماركوس، لي نفوس في قصر الوالي وأنا أساعد في فلبرتير. لا يا ابنتي، نحن علينا فقط أن نرفع الصلاة، مش عايزينك تعرضي نفسك للخطر. يا أبتي أنا أقصد يكفينا أنك بتبلغينا أخباره وعمل الله معاه. إليك يا رب رفعت نفسي، إلهي عليك توكلت، فلا تغزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يغزون، ليغزى الذين يصنعون الإثم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني سبلك واهدني إلى عدلك وعلمني، لأنك أنت هو الله مخلصي. افرح أيها الحبيب فلبرتير، ولا تخشى من زلات هذا الطاغية، وثق بالرب يسوع المسيح الذي جاهرت به، لأنه قوي وسيخلصك من جميع شدائدك. أنا مش مصدق، وبصراحة أنا حزين على مرقريوس. مش هو ده البطل اللي قعدت تمدح فيه؟ هو من حيث البطولة بطل، وهو سبب النصر، أما حكاية مسيحي دي فمش دخلاني دماغ. اسمح لي يا سيدي الإمبراطور، لولا سمعته أكتر من مرة بيردد إنه مسيحي. وسمعته فين بنت أختك؟ تعالي هنا. إيه اللي سمعتيه وسمعتيه فين؟ يوم حفل الانتصار الأول يا مولاي عرفني به القائد ماركوس، لأنه كان واقف زي الغريب، يعني حبيت أزيل عنه غربته وشعوره بالألفة، لكنه رفض أنه يتكلم معايا، ولما سألته ليه قال لي عشان أنا مسيحي. كده يعني حتى قبل ما يسافر معايا وبعد ما سمع المنشور اللي أنا نشرته. ابعتوا هاتولي السجين مرقريوس، فكوا قيوده. لسه برضو مصمم على موقفك يا مرقريوس؟ يا سيدي الامبراطور، انا لا انكر اكرامك الجزيل علي، لكن اي محاولة تحاول تفصلني بالمسيحي والهي مش هتجيب معايا اي نتيجة، لاني مسيحي ولا اخاف العذاب ولا اخاف الموت. في
في سبيل ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. طب روح يا مركوريوس ارفع البخور علشان خاطري إكراما للآلهة. وعلى فكرة أنا بوعدك إنك هتكون تاني واحد في المملكة، وهجوزك بنت من بنات أخت الإمبراطورة. آلهتك أصنام فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها عين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، مثلها يكون صنعوها، بل كل من يتكل عليها. أخلص. يعني تقصد ان احنا اصنام؟ انا حسامحك في دي كمان، وعشان تعرف ان انا بحبك مش عايز اجبرك تسجد للآلهة. كل اللي انا برجوه يا مرقريوس انك تنسى حكاية مسيحك دي خالص. العذاب على اسم يسوع المسيح شرف لي. مرقريوس اخر مرة بدي لك فرصة للرجوع. انا لا اخاف تهديدك، لاني سانتصر عليك بقوة الاله، وسافضح ابليس ابيك الذي مصدر لكل الشرور. خذوه يجلد بكرامتك حتى الموت. تمتع بمنظر بطل الحرب مركوريوس. مركوريوس لسه ما عقلتش يا مركوريوس؟ ربي وإلهي يسوع المسيح، أسرع أسرع إلى معونته. عزموه ولعوا النار تحت رجليه، واي واحد من الحرس هيبقى دم ينوات حرقيه. فاهمين؟ لازم يجي واحد يقول لي مركوريوس مات مات. السلام لك ايها المجاهد المثابر الغالب، تقوى فان الرب يعضدك ويقويك لكي تغلب هذا الملك وتفتحه هو واوثانه. لا تخف من عذابك، لأنك بعد زمان قليل ستنعم بملكوت السماوات في أورشليم السمائية مدينة الأطهار. يا ترى مش عارفين مرقريوس حصل له ايه؟ تلاقيه مات وش معمول. سيدي الإمبراطور، حصلت حاجة غريبة امبارح بعد ما سبت الساعة انت وضيوفك. ايه اللي حصل؟ اتكلم. الأمير مرقريوس ماله؟ مات خلاص؟ ابدا، شوفي تماما. ازاي؟ ظهر نور شديد، بصينا لقينا المسجون كانه ما حصلوش اي حاجه. انت مجنون؟ انا عايزك تيجي تقول له مات مات مات. ما هذا ساحر يا مولاي. اكيد ساحر. طبعا هتقول المسيح هو اللي شفاك. نعم، ربي وإلهي يسوع المسيح هو اللي شفاني. المسيح هو اللي شفاك ولا سحرك يا مرقريوس؟ عموما هنشوف لما لحمك يتشوي بأسياخ الحديد ويكلدوك ويعلقوك على شجرة. بالمقلوب. افعل ما تريد ايها الامبراطور، فليك سلطان على جسدي فقط، اما روحي ونفسي فهي ملك ربي. روحي ونفسي هما ملك ربي. شوية كمان وحيموت. بقاله على كده قد ايه؟ بقاله حوالي 10 ساعات. مش ممكن في انسان يتحمل كده. ما تنسيش يا مولاتي انه لسه شاب وجسمه قوي. خسارة نضيع وقتنا معاه. فعلا
إلى اللقاء فلوباتير ماركوريوس. إيه مالك؟ مش عارف إذا كنت غلطان في مسألة ماركوريوس دي ولا لا. يا مولاي أنت عمرك ما اتخذت قرار غلط، ثم أنت اديت له كل الفرص. أيوة، بس ده قائد الجيش بتاعي اللي حقق لي النصر، وأنا أكافئه بإني أقبض عليه وأرميه بنفسي في السجن وأعذبه العذاب ده كله؟ يا مولاي هو اللي كافئ نفسه برفضه لأوامرك للتبخير لآلهتنا واحتقاره ليها. عندك حق، عندك حق، بس أنا برضو أنا هريحك. إيه؟ عندك اقتراح؟ عندي. قولهولي بسرعة. لونا. لونا؟ لونا، مفيش غيرها. ولونا دخلها إيه بالموضوع؟ مش بيقولوا يا مولاي فتش عن المرأة؟ فتش عن المرأة؟ وضحي، أنا مش فاهم حاجة. هتشوف يا مولاي، ابعتها له ومش هتندم. اتحرك، في ضيوف عايزين. انت مين؟ انا لونا يا ماركوريوس. لونا مش فاكرني؟ لونا مين؟ لونا اللي حافظت على سرك وما رضيتش توشي بيك عند الامبراطور رغم انك تجاهلت حبها. وانت انت يا ماركوريوس اللي وشيت بنفسك. لونا، افتكرت. ليه عملت في نفسك كده؟ عملت ايه؟ يعني انا اقصد ان انت ممكن كنت تبقى الرجل التاني في المملكة، وبعد موت الامبراطور كنت هتجلس على عرش روما العظيم، وانا كمان انا كنت هجلس جنبك. ساعتها كنت هتعلن ايمانك ومحدش يقدر يمنعك. من ينكرني امام الناس انكره امام ابي الذي في السماوات. مين ده؟ فلوباتير قائد جيوش الامبراطوريه. ومين ابوه في السماء؟ انا على استعداد اني اتوسط لك عند الامبراطور، وانا عارف انه بيحبك، بس لازم تبخل للالهه. يا اختي، الهتك انت والامبراطور حجاره صماء لا بتسمع ولا بتتكلم، لكن الهي اله حي. وهو فين الهك ده؟ وما انقذكش ليه من العذاب اللي انت فيه ما دمت بتقول انه حي؟ مبارك يا ماركوريوس حبيب الرب، من اجل ايمانك وتمسكك بالرب الذي ارسلني اليك لامسح جروحك. قوم معافى باسم المسيح. يسوع المسيح أراد أن يضمك لقضية، سمح لك أنك تشوفي قوته وبهاء مجده. اذهب الآن إلى أسقف مدينتنا لتنالي العماد على اسم يسوع المسيح، وأعلني إيمانك، ولا تخافي من الذين يبترون الجسد. أنا مسيحية ماركوريوس. أيوة
مولاي. ادي امر للجنود يبعتوا يجيبوا لي حارس السجن. اوامرك يا مولاي. الاميره لونا جاتني وادتني امركم المختوم بالختم الامبراطوري فنزلتها للسجين، وفجاه حصلت زلزله وشفنا نار عظيم. الرساله وقعت من ايدي ولقيت الاميره عماله تصرخ وتقول انا مسيحيه انا مسيحيه انا مسيحيه. وايه كمان يا ادريانوس؟ وبصيت على السجين لقيته واقف على رجليه وشوفي تماما. الظاهر انهم سحروك انت كمان. لا يا مولاي، ده مش سحر. انا شفت النور، شفت النور الحقيقي اللي عشت طول عمري اتمنى اشوفه، النور اللي نور قلبي وعقلي. انا مسيحي يا مولاي، واله المسيحيين هو الاله اللي هعبده. يسوع المسيح هو الاله الحق. انا المرة دي هحرقه بايدي وهحرقك انت كمان. خلاص يا مولاي، المرة دي مش هيفلت من ايدي. اشعلوا النيران. النار جاهزة يا مولاي. قتل حول على فيك بنفسي يا مرقريوس. سليم ومعروف تماما. انت ظابط مجنون، ابعت فاطمه نشوف اخرتها معاه. امرك يا مولاي. في ايه؟ مرقريوس مات وريحنا. مات ايه انت اخرى؟ ده صحي وبقى معافى وسليم. مش معقول معافى سليم؟ تعال تعال لما نشوف ايه حكايتك. احنا ايه مش هنخلص؟ احسن شيء يا مولاي انك تؤمر بقطع راسه. مرقريوس انا بحبك، والاخر مره هطلب منك التبخير للالهه. ملعون انت والهتك. مرقريوس انت بتسبني انا والالهه؟ يبقى خلاص خلاص يا مرقريوس، لحظتك دي معادها. بامر من الامبراطور يؤخذ مرقريوس القائد الاعلى للجيوش الرومانيه الذي انكر عبادتنا ورفض التبخير لالهتنا واعتنق دين النصري، يركز الى قيصريه كبدك وتقطع راسه بحد السيف. الامبراطور تسلس. يركز مرقريوس القائد الاعلى للجيوش الرومانيه الذي انكر عبادتنا ورفض التبخير لالهتنا واعتنق دين النصري، يخلص الى قيصريه كبدك وتقطع راسه بحد السيف. الامبراطور تسلس. ارجوك امهلني لحظه. اليك يا رب رفعت صلاتي، اغفر لي خطاياي الكثيره وتقبل روحي. يا حبيبي مرقريوس، قد سعدت صلواتك وطلباتك الي، فتعال الان لتستريح مع الابرار، لأنك جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان.
ودي حكايتي أيها المحبوب كاسيوس. قم الآن وتمم مهمتك. وسيدي الوثني اللي بشتغل عنده هعمل فيه إيه؟ سترى. قم ولا تتوانى. وهكذا فعل كاسيوس كما أمره القديس وأخرج الجسد. بيحفر طول الليل جنب السور. بيحفر ايه؟ هو ايه اول حد؟ لازم يتحفر. ايه اللي انت بتعمله ده؟ حفار القبور. وايه اللي انت مطلعه ده؟ سيدي ده جسد الشهيد فيلوباتير. فيلوباتير؟ مين فيلوباتير ده؟ ده شهيد الرب يا سيدي. اي رب؟ انت نازل عليك اتجننت. اي ايدي والدي ارحمني ايها الشهيد ارحمني. مش عارف احرك ايدي ارحمني. والدي اشكرك ايها القديس واشكر الهك. طباك أيها القديس الشهيد العظيم فيلوباتير، أمنت إن دينك على حق. أرجوك ارحم أمي ورجع لها نظرها. سلام لك يا فيريني. مين أنا فيلوباتير ماركوريوس أبو سيفين شهيد ربنا يسوع المسيح. أرسلني الرب لك من أجل إيمان ابنتك وزوجك وطلبهم شفاء، وها أنت قد شفيت. فاذهبي الآن أنت وعائلتك إلى أسقف المدينة لنوال نعمة المعمودية على اسم ربنا يسوع المسيح، وابلغي زوجك أن يبني لي بيع على اسمي ويضع جسدي فيه.